بص يا باشمهندس، ده الموبايل كريم، الونش اللي هو بيتحرك، ودي طلبيه حديد بنرفعها على السقف، على السقف فوق. الحديد بيجي هو البنادق كده، عدد الاطفال. انت طبعا بتبقى انت اللي عامل الاوردر وبتستلم انت الحاجه، بتبقى عارف يعني. زين بعد كده بس بيجيب الكرين والعربيه موجوده، ترفع على طول فوق وتغطي الحديد، والناس تبدا حديد على طول شغل يعني. هنتابع معاكم برضو السقف ده، شغل الحديد بتاعه ازاي. الحديد ده هو 16 مللي، شغل تلاقي من 16 مللي يبقى فيه نقطة حمرا، ال 12 مللي تلاقي فيه نقطة صفر، ال 14 تلاقي فيه نقطة حمرا. الكارت، شوف كارت الحديد ده، شوفوا بقى عاملين الوان لكل قطر. يعني دي اهو سايز 16 مللي، شوف مش عارف بقى طول السيخ طبعا بقى 12 متر، الوزن بتاعه، تاريخ الانتاج، الصناعة تبع كود ايه، المواصفات بتاعته ايه، الشركة مثلا. انت بتستلم تاني بتشيك على عدد كده، بتجيب عمال تعدلك.